السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello ladies and gentlemen, we're back again to our fifth lecture today in English 1. Wish all of you fine today, so and inshallah forever. Today we are going to talk about articles. You know what's the meaning of articles? حروف يعني. أول شيء أتمنى كلكم تكونوا بخير. طبعا هذه محاضرتنا الخامسة حتكون على الحروف وحروف التنكير يعني الاي والان. احنا بروحنا يعني في لغتنا العربية عندنا حروف زي وا زي المليف يعني so on يعني. فاليوم حنتكلم على الحروف طبعا هذه المحاضرة الخامسة، وبعدها عندنا ان شاء الله المحاضرة السادسة، عندنا السابعة والثامنة هذه revision اوكي مراجعة يعني. اتمنى لكم كلاس ان شاء الله رائع معاي اليوم، وان شاء الله تفهموا الحروف الثلاثه اللي اليوم حنتكلموا عليهم. هم بصراحه very easy، المطلوب فقط اللي هو comprehension، الاستيعاب بتاعكم يكون تحاولوا انكم تقووا الاستيعاب بتاعكم والفهم، وthat's all. لو فهمتوا اللي انا نقول فيه يعني حتى في الفاينل اكزام لما يجيكم سؤال هتعرفوا تجاوبوا طول وتحطوا الحروف في مكانها المناسب. طبعا نشوفوا يلا الحروف اللي هم الارتيكلز. ارتيكلز اللي دوتها هي المكتوبة كبيرة هذه معناها حروف أو حروف التنكير A وآن وده. هنعرفوا احنا امتى نستخدموا الـ A وامتى احنا نستخدموا ده وامتى نستخدموا الآن. A وآن وده هذه الحروف very important في اللغة الإنجليزية يعني يستخدموهم زي ما في العربي حروف مهمة الدار الال دار مش عارف شنو سؤال يعني حروف مهمة. طبعا من المهم ان احنا نعرفوا استخدامها في اللغة الإنجليزية. طبعا انا اعطيتكم ما يقارب 33 شريحة او 33 سلايد كلهم فيهم امثلة توضيحية باش انكم انتم توصلكم المعلومة بدقة وبسلاسة كاملة يعني ما عندكمش أي أعذار. لو إنكم لا قدر الله ما صفتوش معي المادة هذه، اللي ما صفاش معي المادة هذه لو لا قدر الله ما صفاش معي هذا ما يلومش إلا نفسه فقط، لأن أنا طريقة الشرح متاعي إيزي، مبسطت لكم المحاضرات، الشرح متاعي بسيط عربي إنجليزي مليون مثال وكله واضح جدا جدا. فاللي حاب انه هو يقرأ ويفهم 200% حنحب نقول له من توا congratulations ألف مبروك النجاح حيصفاها معي. أما باقي الطلبة اللي مش هامه الموضوع بيجي في الأخير حاب انه هو بس يحاول في غش أو حد يساعده أو هيكي، فنحب نقولك انك انت مش حتصفاها معي يعني. انا قاعدة ندير فيه مجهود خاص ومعاملة خاصة للطلبة ونبسط لهم في المحاضرات، لأني مقدرة انه محاضرة أونلاين ما هيش سهلة صعبة، فأنا قاعدة درت جميع الحلول باش نخليها لكم سهلة وبسلاسة كاملة. يلا نبدو مع بعضنا الـ A والآن والده. فالـ A والآن والده عندكم هنا يا قالك to state the difference between the articles A وآن وده. نبو توا نعطوا احنا أمثلة باش نعرفوا الفرق بين الاي حرف الاي والان والده. حنعطيكم انا امثله ونشوفوا يعني الفرق بيناتهم شنو. What's an article? What is an article? An شنو هو هذا؟ قال لك is an adjective atmospheric noun اللي هي ديما adjective يجي قبل شنو؟ قبل الناون قبل الاسم يعني كان آية كان أبل كان بانانا كان ووتر، ديما الحروف هما يجوا قبل شنو؟ قبل الناون قبل شنو؟ قبل الناون قبل الاسم يعني الاي والان والدا هادم يجوا قبل شنو؟ الناون قبل شنو؟ قبل الاسم اوكي. قالك هنايا الدا الدا حرف الدا اللي هو باللغة العربية ال لمليف يعني يمشي قالك قبل الاسم المخصص، اسم مخصص particular اسم مخصص تمام. كيف اسم مخصص؟ حنشوفه في الأمثلة الجاية. أما لكن اللي توت فهمنا عليه إن الارتيكلز الحروف الـ A والآن والده هادم يجو قبل شني؟ قبل الاسم. قبل شني؟ قبل الاسم يعني قبل الناون أوكي. قبل شني؟ قبل الناون قبل الاسم الـ A والآن والده. أما الـ A والآن استخدامهم بروحه، أما استخدام الده هذا يجي قبل الاسم المخصص يعني. كيف اسم مخصص؟
حنشوفه. شوفوا هنايا الاكزامبل هذا عده الده اللي هي الالف لام الف، فديرت هايكم بالاحمر. قالك فور اكزامبل اي انجويد participating in the volleyball competition. In the volleyball competition أنا نحب نحضر التحديات أو لما يبدأ في دوري أو هيك في الفوليبول في كرة السلة. هنا قال لك لاحظوا ان الده هنا جد قبل شنو شيء مخصص هو المنافسه نتاع شنو نتاع كره السله، يعني خصص لها الده كره السله. نمبر 2 I enjoyed watching TV. I'm sorry, I enjoyed watching the show. أنا مستمتع بنتفرج على العرض ومستمتع. هنايا الداء هنايا مخصصة لشيء للشو العرض، الشو العرض ذا فولي بول كرة السلة تمام. هنايا الداء هنا جي قبل الاسم المخصص اللي هي الخصصة ال هي مالي. اوكي I enjoy participating in the volleyball competition. I enjoy watching the show. واضح قدامكم ان الاي والان والدام هذا بيجوا قبل شني؟ قبل الاسم، قبل الناون، قبل شني؟ قبل الاسم، قبل الناون. اوكي خلاص الدام عرفنا ان هي شني بتكون مخصصه للشيء. قالت نستخدموها الدام للكوانتي يوز، انا نستخدم الدام غايد يعني الموضوع فهم معروف. ليش جيني بالسلايد هو هذه الشريحة هذه وضعت ديلي حتى يستخدموا الده؟ لا، ودي حتى لو جات الامتحان حيجوا أسماء ونقول لك ترى أنا راح أحط لي يا ده يا إيه يا آن. نجي نايم وندور أسماء الوجوهات الأنهار، أسماء البحار مثلا، بريتسي البحر الأحمر مثلا، تويتر كذلك ده تستخدم في كلمات تخص العالم مثلا the middle east مثلا the south الجنوب، كذلك في الغابات وفي في الصحراء يعني desert and forest ده صحارى desert صحراء السهارة، then the mandy forest غابة الماندي. اوكي يعني هنايا ده والاي والان يجوا قبل شيني؟ قبل الناون، قبل الاسم. اما لكن هم راهم مخصصات، يعني الده تستخدم قبل الاسماء، اسماء اسماء شني؟ اسماء بحار، اسماء محيطات، اسماء صحراء، اسم غابه and so on. توا من جون استخدموا الاي وان نحطه في الا هادي ما نقولوش اي هي على الا اكات اوكي انت نحطوها لما الجمله تبدا بالكونسوننت ساوند. كونسوننت ساوند الحروف الساكنه. كيف هذه الحروف الساكنه؟ في اللغه الانجليزيه كونسوننت ساوند وفي فاول ساوند، في حروف ساكنه وحروف متحركه. الحروف المتحركه اللي هي اي واي واي واو ويو، اما الثانيات كلهم شيني؟ ساكنات. نحي من الحروف كلهم A و E و I و O و U، نحيهم كلهم والباقي كله اسم ساكن. إذا الـ A تستخدم قبل
لما يبدأ الاسم بادي بشني بحروف ساكنة: cat, pencil, bag. ما نستخدموش an. علاش ما نستخدموش an؟ لأن an نستخدموها مع الأسماء اللي تبدأ بحروف متحركة. يعني مجرد ما الاسم يبدأ ب a ولا e ولا i ولا o ولا u، أنا طول نحط an. أما مجرد ما الاسم يبدأ بحروف ساكنة زي cat, see, pee, pay، هذا كله ما نحطه شني a. حلو، يعني احنا توا عرفنا الدا فهمناها وعرفناها، عرفنا ان هي الدا تحط قبل الاسم المخصص، يا اسم بحر يا اسم نهر يا اسم محيط يا الى اخره. اما لكن الاي والان عندهم قاعده بروحهم. كيف الاي تنحط لما الاسم يبدا بكونسوننت ساوند؟ في طلبه ما يعرفوش ان هو الكونسوننت ساوند، حب نقولكم ان الحروف الابجديه ال في اللغه الانجليزيه a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z، اهم الحروف مقسمات لقسمين consonant وساوند. رغم عادة a e i o u، هذا مش اسمهم، اسمهم vowel sound، حروف متحركه. الحروف المتحركة لما نلقاهم في بداية الاسم نحطه آن، لكن لما الحروف الساكنة نحطه إيه. الآن نحطوها لما الاسم يبدأ بشني بالفاول ساوند. الفاول شنو هما؟ A E I O U. آيس كريم وأورانج نحطه قبلهم آن، لكن كات وبنسل نحطه قبلهم A، حرف الA. علاش؟ لأن ال vowel sound ال A وال E وال I وال O وال U لما يجوا في الاسم نحطه قبلهم an والثانية نحطه A. يعني انتم يا girls ويا boys ضروري ماشيني تديروا understand. اوكي ديروا understand. understand كيف؟ ان في A و an ولا خلاص A و an. الA تستخدم لما الاسم يبدأ بادي بconsonant، والآن تستخدم لما الاسم يبدأ بادي بشني بالvowel. أوكي. أوكي. هي صورة توضيحية، يعني مش عارفة هل واضحة عندكم أو لا. كيف تستخدموا الـ A والـ A؟ مش ضروري حتى تكون واضحة عندكم، الهدف فهم. اوكي الاستخدام، قال لك نستخدموا الـ A في الصفة الأولى مرسوم راجل ولامبا وقطة، قال لك نستخدموها لما الحروف تبدأ بـ consonant sound، الحروف الساكنة زي M L Z Y and so on، زي man lamb cat، هذا كلهم حطينا قبلهم حرف A. أما الثانية قالك نحطه الآن، نستخدمه الآن لما يبدأ الاسم بادي بحروف متحركة: apple, eraser, umbrella. an apple, an eraser, an umbrella. أوكي زي ما قلت لكم الA والآن. لما يجيكم سؤال حطي ده ولا A ولا الآن، تجي أول حاجة بتخلي الده على تركينة. علاش؟ لأن الده تجي قبل الأسماء المخصصة، أسماء البحار، النهار، محيطات، سؤال. الأي والآن أنت نستخدمهم، الأي تستخدم قبل الأسماء اللي تبدأ بالconsonant sound، أما الآن الأسماء اللي تبدأ بالvowel sound. vowel sound I E O U، صح ولا؟ إن شاء الله يكون فهمتوا. قال لك حرف الـ A اللي هي one person or one thing، اللي هي شخص واحد أو شيء واحد، زي car, small car, small bank car. أوكي لاحظوا أننا بدأت بالسي والإس. السي والإس هذا مشيني، هذا consonant sound من الحروف الساكنة، هذا علاش حنا شان جانا حطينا الـ A. طبعا هنايا كذلك أومن
a young woman, a friendly young woman. اوكي هذا نكون مستخدمنا معهم شنو ال a يعني واضح السبب لان في لان ال w وال y وال f هذا نكون شنو consonant sound فلذلك احنا شن حطينا ال a. اوكي اذا الكلاس متاعنا اليوم على ال a وال an ده ال a تنحط لما الاسم يبدا بشني يبدا بادي بال consonant sound الاسماء الساكنه اما لكن ما يبدا بالاسماء المتحركه شنو نحطوا ان شنو هم الاسماء المتحركه اسمهم باللغه الانجليزيه vowel sound vowel sound هادو من الاي والاي والاو واليو اوكي فهنايا women young women and friendly young women هنايا الآن تجي قالك قبل لما الاسم يبدأ بادي بالآي A E I O U sound A E I O U sounds an apple an orange an eggplant اللي هو بتنجر an apple an orange an eggplant هادم كلهم الأبل بدت بالA والأورانج بدت بالE والإيجبلانت نحطه الان سونغ هذا في الان هو حيكرر هلبة حاليا في السونغ هذه في الاغنيه هذه الاي والان بالنسبه للده هذه سهله هذه سجلناها الده قبل الاسم المخصص وقليل نادر استعمالها الا لما تلقي اسم بحار اسم محيط اسم غابة that's all أما هو التركيز كله على الأي والآن في النطق بتاع الكلمات Thank you.
اوكي، فهنايا a book an interesting book an animal a small animal. هنا درت لكم انا ميكس ميكس يعني بين وبين وبين. book an interesting book an animal an a small animal. الاولى a book لان ال b هذه consonant، الثانيه an لان في interesting i، الثانيه a، الثالثه an لان في animal حرف ال a، الاخر واحده a لانها small. اوكي شوفوا السؤال هذا، ترى حاولوا تختاروا لي a او an، a ولا an. ترى do you have bla 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 umbrella. I'd like to buy a hat please. I'll see you in WSS university. هتحطوا لي a ولا an؟ قلنا ال a لما الاسم يبدا ب consonant، اسم ساكن حرف ساكن، اما الان حرف شني متحرك. يلا شوفوا ترى شويه، تيك ا لوك. يلا شوفوا الإجابة مع بعض. again قلت لكم حاولوا انكم لو عندكم بيبر توا ورقة قدامكم، حاولوا انكم انتم بسرعة تحطوا يا A يا Andra، بعدين اختبروا نفسكم طبعا. A or an. okay الإجابة زي ما تشوفوا حاليا. do you have an apple I'm sorry do you have an umbrella. I'd like to buy a hat please. I'll see you in an hour. UWS is a university. اوكي حاطه لك لوتري نمبر، تفكر ان شني ان الان تستخدم قبل ال A E I O U. A E I O U هي لوطة باللون الموفي، قدامها ان حرف الان يستخدم A E I O U. اوكي الاجابه كذلك. do you have an umbrella حطينا an وبعدها I'd like to buy a hat, please, and I'll see you in an hour, and UWS is a university. Okay. A and for occupations. For occupations. يعني للأعمال. What do you do? I am a business driver. قال شن تخدم؟ What do you do? قال أنا bus driver. أنا سايق تاكسي أو سواق. What do you do? I'm a bus driver. تاني واحدة what does she do؟ هي شنو تدير؟ she is an electrician. she is an electrician. okay لاحظوا هنا ال A والآن يستخدم حتى في العمل، لما تسأل واحد يقول له what do you do استخدمها في الأول. قال أنا a bus driver بحكم كلمة bus تبدأ بال B بال consonant حط ال A هنا، وهي شنو تدير؟ فبحكم إن هي يعني تخدم في الجو الإلكترونات والجو هذا، فحط ال an لأن electrician. قدامكم examples an old book كتاب قديم an old book. اقروهم ترى بروحكم، اقروهم بروحكم واشبحوا الكلمات زين. شوفوا كيف حطيت الـ I وكيف حطيت الـ an. an old book window hers an airport a new airport an organization a university an hour an economic problems. ما راح تسألوا تقولوا رقم 8 علاش حطت آن ما حطتش A؟ لأن الإتش ما هيش من الحروف المتحركة لكن نطقها hour مش an hour مش ها a an hour يعني a حتى هي النطق بتاعها ال h ما تنطقش hour ال o طول ال h ما تنطقش يعني.
She's a dentist. She's a dentist. هي دكتورة أسنان. He's a shop assistant. هو مساعد في محل. She's a photographer. مصور. She's a taxi driver. He's an electrician. She's a nurse. He's a private detective. قاعدة نزيد لكم في أمثلة باش تشوفوا استخدام الأي والآن. شوفوا هادو من السبعة جمل، خدوا دقيقتين يعني. شوفوا ثلاثة انتوا، هما في ثلاثة ويندوز، في ثلاثة رواج هتستخدموا الاي والان والده. الاولى Can you open a window? Can you open a window? قالك تقدر تفتح الروشن. شوفوا a window. There are three windows here. A window one two or three. Can you open a window? تشوفوا فيه اما هو المسكر، واضح انه هو واحد مش اثنين ولا ثلاثة طبعا. Can you open the window؟ قالك there is only one window. شفتوا في الصورة في window واحد بس، هذا علاش استخدم الده. اوكي يعني حاجة مخصصة، خصص على الويندو هو اللي قدامها يعني. Thank you.
في such هنا such example it's about a an or the I put شن تحطه a sandwich and a milkshake sandwich was nice but milkshake was horrible I bought a sandwich and a milkshake the sandwich was nice but the milkshake was horrible okay here as you see it's already I already answered down you see it's already answered يعني واضحة جدا الإجابة الأول في فراغات الثاني في إجابة اوكي حتحط ال A ولا الآن ولا الده اوكي حطينا الأول A A تمام لكن الده علاش لأنها هنا مخصصينها هي يعني اوكي قلك هنا يا we used ده when it's clear which person or thing we mean for example the roof الصح the backyard the kitchen يعني حاجة مخصصة ديما ده لكن هو by the way guys and girls راهو الحاجة المهمة اللي هي الـ A والـ an الـ A والـ an أهم عندي من ده A و an أهم هلبة من ده أوكي مثلا where is Sam he is in the kitchen وين سام هو في الكيتشن the station the airport the bank هذم كلهم مخصصات the door the ceiling the light هذم كلهم مهمة طبعا the same better and Braille live in the same street not in the same street in the same street the sun the moon the sky the city the country شوف هذا كله قاعد يعطي فيك في example يوري فيك الده نحطها قبل الشمس نحطها قبل القمر قبل السماء and so on هذا مجرد أمثلة أنا نعطيكم فيها إكسترا باش المعلومة تكون في المايند متاعكم في حاجة مهمة جدا إنكم أنتم ما تستخدموش ده في الحاجات أهم شوفوا عطيتكم صح خطأ وهكذا بالنسبة للnames of people and names of places نستخدم معهم ده لكن الجملة الصح اللي هي I went to Canberra yesterday صح لكن الجملة اللي مش صح I went to the Canberra yesterday غلط اوكي لان نستخدموها هنا مع اسماء المكانات واسماء البليسز باهي بعدين هنا I saw Sue last week صح لكن I saw the Sue last week لا مثلا تقول انا شفت آية امس هل يوقع بتقول انا شفت الآية ما يجيش يعني مع اسماء العالم انك انت تحط ده مع اسماء الاشخاص ما يجيش تمام ما يجيش مع اسماء الاشخاص واسماء المكانات لكن اسماء الدول المدن عادي لكن مكان زي شارع جرابه وحاجه هيك مثلا اوكي ما يجيش مع اسمي مثلا انا شفت احمد امس ما يجيش انا شفت الاحمد امس لا ما يجيش I saw Sue last week غلط breakfast lunch dinner date month years اوكي شوفوا هنا كميه الامثله اللي انا اعطيتها لي Number one, we enjoyed our holiday. The hotel was very nice. Number two, can I ask a question? Can I ask a question? Number three, you need a holiday. You need a holiday. And me too, I need a holiday out from Libya. Where's Tom? He is in the bathroom. Jane is an interesting person. Excuse me, can you tell me how to get into the city center? Yes. You go straight ahead and then take the next turn left. Number seven. Shall we go out for a meal this evening? Yes, that's a good idea. Number eight. It's a nice morning. Let's go for a walk. Number nine. Amanda is a good student. When she finished her studies, she went to be a journalist. She lives with two friends in a flat near the college. Where is she studying? The flat is small, but she likes it. Beta and Mary have got two children, a boy and girl. The boy is 7 years old and the girl is 3. Beta works in a factory. Mary hasn't got a job at the moment. Okay. طبعا قدامكم هو كل الخط العريض A وآن وده هنا كذلك مستمرين في الأمثلة Can you open the door please? How far is it for to the airport? And can I have a cup of coffee please? That's a nice picture like it Can you turn off the radio please? Why are you sitting on the floor? واضح جدا عندكم
أمثلة طبعا عن الإي والآن والده. قلنا إن الإي والآن اليوم الكلاس متاعنا كان على الإي والآن والده، حروف النكرة طبعا إي وآن وده. تركيزنا كله حيكون على الإي والآن. قلنا الإي نحطها طبعا، الإي والآن الأرتكل حروف بصفة عامة رام ينحطوا قبل الاسم، الاسم مش الفعل، الاسم. أوكي، الإي تنحط قبل الاسم اللي يبدأ بكونسوننت طبعا، أسماء ساكنة، والآن أسماء المتحركة زي example cat dog و an apple an orange. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. That's the last section in our class today. كملنا المحاضرة اليوم، لنا لقاء إن شاء الله في وقت قريب في الفاينل إكزام بإذن الله. مازال عندكم المحاضرة السادسة طبعا، السابعة والثامنة حتكون مراجعة ومعلومات عامة يعني شاملة للي خديناه من أول محاضرة لسادس محاضرة طبعا. الأسايمنت الواجب عندكم لغاية المحاضرة الرابعة تسلموا لي باش نحط عليه درجة الميدتيرم. كيف التسليم بتاعي؟ يا إما تسلموا لي على الواتساب، يا إما على الابليكيشن موديل، يا إما على الجيميل. أوكي، ثانك يو سو ماتش، سي يو ذير، باي.